مولانا كنا بنتكلم بقى على مساله المناسك بتاعه الحج سؤال نعم. نعم. المواطن الكريم فانا المساله بالنسبه لي بقيتش مفهومه هل في حاجه ممكن تكون بتغير ولو شيء شكليا من المناسك طبقا لبعض الظروف ولهذا يسال عنها المواطن؟ ايوه نعم في زي ايه؟ يعني حضرتك اولا نسال الله التوفيق والستر وان يحفظ الحجيج في البر والبحر والجو وبنتقدم طبعا بالشكر الوافر لجمهوريه مصر العربيه على تيسيرها للحج وايضا الجهود المبذوله من السلطات في المملكه العربيه السعوديه. لكن في مستجدات معاصره الان اللي هو حضرتك الامن في مناسك الحج. رجاء أوه الامن يعني اقول حضرتك طبعا احنا عارفين ان الاحرام بيكون بالنسبه للمصريين من الاراضي المصريه ان كان السفر طيران يبقى من المطار ان كان بر او بحر بيكون من الميقات البحري المعروف لكن هي في اشكاليه الان يعني بيسالني كثير ان بعض العماله بتذهب للعمل وهيؤدي ايضا المناسك لكن ممنوع يحرم من مصر من المطار أو يحرم من رابغ مثلا برا أو بحرا طب ما ربنا أدانا المخرج إن ممكن يخرج فدية أوه. يعني إما يطعم ست مساكين ستة, ستة. أو, أو يصوم ثلاثة أيام أو يسبح شاة شا. نفس الشيء ممكن لو إن إنسان في الجو الحار إن قد تكون بشرته او جلده وانت لسه كنت ما شاء الله في البرنامج آه اليوم مع الامراض عين. الجلديه المعاصره مم. ممكن انسان يكون عرضه ان هو يصاب بامراض جلديه لاشعه الشمس الملتهبه ممكن ياخذ بالرخص ان هو يحرم من جده او ممكن يحرم من مكه نفسها ويخرج الفديه ويخرج الفديه آه طبعا برضو حضرتك احنا <applause> بننوع على ايه الامن في مناسك الحج يعني مثلا لا داعي للتزاحم على الحجر الاسود. يعني حتى شوف النبي عليه الصلاه والسلام وسلم بيوصي سيدنا عمر عليه رضوان الله، بيقول لي عمر انك رجل قوي شديد. فلما تيجي عند الحجر اياك والضعفاء. فيا يا اما تشاور مجرد انك ايه؟ انك تشير. برضه حضرتك مثلا والله طمنتني يا مولانا. اه. انا في العمره تعرضت لده. ان انا لقيت الناس بتتزاحم وبتزق بعضها لا علشان يلمسوا الحجر الاسود. ده وانا رفضت تماما أحسنت القصه أحسن انا مش جاي عشان ازق حد اه بالظبط بالظبط فهنا الامن وبالذات ان مازال مثلا البقايا الجوائح ربنا يطهرها ويطهر بلاد المسلمين او العالم كله منها يعني مثلا حضرتك مازلنا بنقول لبس ارتداء الكمامه آه برضه حضرتك لما نقول يا ريت تقليص أيام الحج يعني في ناس مثلا احنا مثلا الآن في ستة من ذي القعدة آه طب وليه صحيح إن دي أيام فتح باب الحج طب ليه الناس ما تسافرش مثلا من أول ذي الحج من أول ذي الحج لأنه كله هيلتزم من يوم ثمانية يعني مثلا اللي هو نوى الإفراد لما يروح من الان هيعذب نفسه لغايه رمي الجمار طب ليه يوم عشرة ذي الحجه المتمتع مع ده كويس المتمتع وال والقارن يعني العمليه ليه سهله شويه انما انا بقول ايه حضرتك وليه لماذا لا يقلص ايام الحج بان يبدا بالفعل من غره ذي الحج يبقى معاك لغايه يوم 8 يوم الترويه يوم الترويه والله المفرد اهو على احرامه، القارن اهو محرم اصلا، المتمتع هيحرم من يوم 8 ذي الحجه، معايا حضرتك؟ فهنا بنقول يبقى تقليص ايام الحج ان نقول للمسلمين في دول العالم ومع بقايا الكورونا، مع ظهور لا قدر الله اللي هو جدر القرود اه يبقى ما زالت الجوائح موجوده يبقى هنا بنقول ايه برضو التزاحم والزحام وخاصة دي ايام صيف يبقى بنقول من الممكن ان يكون من ايام ذي الحجة ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما كانوا يذهبون لاداء الحج قبل أه الحج زي ما بيفعل الان من ذي القعدة ما حصلش وما كان سبحان الله ده كان بعد ويخفى على كثير من الناس يخفى على كثير من الناس. آه بايجاز شديد حضرتك هو الـ 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 الواجبات او الحج معروف الانسان بيحرم، الرجل بيتجرد عن المحيط والمخيط، بيتجنب الترفيه من ازاله الشعر الزائد من اي مكان ويتجنب الطيب ويتجنب المعاشره الزوجيه. المراه بتحرم في ملابسها العاديه وطبعا تكشف الوجه والكفين. وتستر جميع الجسد باي ملابس ملائمه بيضه غير بيضه مش مشكله بالنسبه للمراه ثم التلبيه معروفه الصيغه منقوله عن حضره النبي عليه الصلاه والسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك ثم بعد ذلك بيتجه الجميع إلى مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتعظيما فبيبقى في طواف الزيارة أو طواف القدوم وبعده السعي بين الصفا والمروة هنا الحج إفراد هيبقى على إحرامه إلى يوم عشرة من ذي الحج المتمتع مش هينوي حج المتمتع هينوي عمره مم. ويتحلل منها يعني الطواف والسعي بين الصفا والمروه وبعدين يحلق او يقصر هنا بقى بقول برضو من باب <applause> السلامه في الحج انا الاحظ ان كثير من الحجاج او المعتمرين بيقص او يسيل الشعر في المسجد الحرام نفسه هذا ممنوع مم. ده مسجد ده قدس الاقداس عايز يقصر شعره مش هلاقي بقى ناس في نهايه الـ 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 السعي عند المروه ماسك مقص انت بتعمل ايه؟ ده مسجد ما جعلت المسجد للقذر ما جعلت المساجد للحل الرسول ما لم يتحلل من احرامه في المسجد الحرام ما حصلش نهائي يطلع بره المسجد بره. ويقص شعره يقص شعره فممنوع يعني خدت بال حضرتك؟ ممكن دي مثلاً حد جات لي فكره كده ممكن حد مثلا يقول طيب انا هقص خصله وهحتفظ بيها في ايدي او في كيس بلاستيك لحين خروجي يعني انا بالتاكيد مش هت على فكره على فكره حضرتك هنا القص يكون خطا يا سيدي بالنسبه للمراه بتجمع شعر راسها كله وتقص مقدار انمله م. ماشي؟ الراجل العلماء قالوا ايه؟ بيقص من الجهات الاربع مش تك تك, تك... لا ما ينفعش من الجانب الأيمن والجانب الأيسر ومن الخلف يمين ويسار هو ده التقصير أو الحلق أياً كان الحلق أو التقصير تاني حاجة حضرتك من ضمن الـ 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 الأمن والسلامة في مناسك الحج لما بيلجأ بعض الحجاج أو المعتمرين إلى استخدام ألات القص أو الحلق مشتركة دي غلط طبعاً جداً ده من اسباب انتشار رزات الكبد طبعا أنت ليه يبقى كل واحد ليه يعني ادواته الخاصه طبعا. بيه. وهنا برضو اثمن الاجراءات الوقائيه في المملكه العربيه السعوديه انها بتلزم محلات الحلاقه باستخدام الات بلاستيك لا تتكرر مم. بامان انا شفتها بنفسي خدت بالك يعني مثلا موس يستخدم هو من البلاستيك مره واحده ويلقى احييهم على هذا التصرف، ويا برضه يبقى عندنا في غرق في الحج وغير ايام الحج يعني انا على مصر ان يبقى عندنا ندخل الموسي البلاستيك. المهم لما بنيجي لحضرتك هنا ان ايضا التباعد مفروض في الخيم، يعني برضه هتكلم على بعض التيسيرات. الان في زمن الجوائح اما اجي اقول ايه؟ احنا طبعا ثمانيه والناس يوم الترويه وبعد كده تتوجه الى عرفات. الوقوف بعرفه آه لازم ده ركن الحج الاعظم طبعا ركن الحج الايه الاعظم تمام ابتدينا ننزل بقى بعد اذان المغرب يوم آه تسعة من ذي الحجه يبقى متجهين الى مزدلفه ماشي هنصلي فيها المغرب وال والعشاء جمعا وقصرا وهنتجه الى منى تمام هنرمي الجمره العقبه الكبرى انا بقول طيب وليه ما ناخدش بمذهب الامام ابي حنيفه رضي الله عنه وارضاه ان المبيت في منى سنه وليس واجبا واجب عند جمهور الفقهاء <applause> طب لما تيجي النهارده تطبق ده في ايام كورونا وايام جدر القرود طب ما تاخده بالمذهب اليسير برضو انا بعيب على بعض المطاوعة والمتشددين ما اقصدش المملكه السعوديه على وجه الخصوص وبعض المشرفين اللي هم جايين بفكر احادي معين وبعدين يبتدي ينادوا في الحجاج لا يوجد رمي للجمار الا بعد الزوال يعني بعد اذان الظهر لقد ضيق واسعا. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يا استاذ يوسف مقل ستنا ام سلمه رضي الله عنها وارضاها وهي راحة في صبيحة الفجر يوم العاشر خلاها تمشي بالليل الفجر رمت بالليل ما انتظر لغاية أذان الظهر مم. خدت بال حضرتك فإذا يعني أنا بقترع عليك ولو أن يعني الموضوع كبير بس كويس أن احنا نراعي تيسيرات الفقهاء إذا كان ده في غير أيام الأزمات اللي هي الجوائح والأوبئة والحر الشديد طب ليه النهاردة أنا ب... بناشد علماء المسلمين فقهاء المسلمين يأخذوا باليس... بالتيسير ويأخذوا كما قلت لكم ده كان مفروض يكون عنوان حلقتنا النهاردة اللي هو عن إيه الأمن والأمان في مناسك الحد. يا ون... الحج يا رب اكتب لنا الحج الموسم ده واحد نفسه الله عمال تحكي مولانا